الملحن الراحل الكبير طالب القرغولي رفض مقابلتك ببداياتك، كنت توصل للباب القناة العامة وتنطرد. لا مو رفض، مو يعني طردني. طردك الله يرحمه السام. لا مو طردني يعني بمعنى مش اطلع برا، يعني انا رحت لما ودي له اغنيه رياضيه على المنتخب اسمها صار الحصار سنين وابطالنا يكسرونه اللي وراها سويتها على الشباب. اي وبعدين وديت لهم يمت الفرج، فبوقتها كنا سجل بالرواد وانا تطلع من محل الخياطه بالحريه اروح قهوه ابو ناطق يم سجل على حسابك شنس؟ على حسابي والله. اروح القهوه ابو ناطق يم الاذاعه والتلفزيون واظل انتظر او تجيب الريل هذا كنا سجل بالريل يعني سلمه. مره من المرات انتظرت اعلان يطلع فلقيته بالباب، اجيت عليه قلت له استاذ اني فنانين جدد وتعب اجي من الحريه ولهنانا وجايب ريل وهذا. قال لي ابني انت كل ما اطلع من هنا تلاقيني تحكي نفس الحكايه، ما نلاقي اكثر من مره، اكو هواي فنانين شباب مثلك وموجوده مكتبه جوا تعال. جرني كان طبعا قد اشوف ذني باعت هواي ريلات يعني، قال لي دول كلهم فنانين جدد ننتظر نسمعهم انا واستاذ عادل الهاشمي. عود من يوصل لك سر انت خال رقمك مال بيتك يعني هذا؟ قلت له اي خال. قال ما يخابروك يلا روح باب. وما خابروك ولا ما خابروني. من نجمت شفته او قابلته لو لا؟ اي وسوينا اوبريت. اي ذكرته ضحك. قال لي واي ابني قال احنا واي يكون يغبون حقهم، اكو ناس يعني ياخذ حقه واكو ناس يغبون حقه. فقال هاي لانه واي قال العراق واي بيه فنانين. صح. وباسل من انفتحت قناه الشباب كانت الامل بالنسبه لك والهوايه شباب. الهوايه شباب نعم. نجمتكم وظهرتكم باحسن صوره واختصرت عليكم صار الطريق. اعتز بشغله ساري خليني اقول لك اياها، انه انا قبل ما افتح تلفزيون الشباب حققت شغلتين. اول شغله صورت اغنيتي الرياضيه لان كانت اكو اذاعه الشباب طلعت. اغنيتي الرياضيه ما صار الحصار سنين وابطالنا يكسرونه هذه انا صورت لي على العامه. هاي افتخر بها انه اني طبيت صورت قبل ما تفتح تلفزيون الشباب. بامر من اللجنه الاولمبيه جت انه هاي الاغنيه حلوه خلي صورها ودزوا عليه واخرج لي وقت اعتقد سلام عرب. حلو. المخرج حتى وقت اذكر كنت خايف وشفتي لازق هنا لابس تيشيرت اصفر و اول ما اوقف قدام كاميرا ومن الخوفه ما ترجف شفتي فلزقت هنا يعني بخوفه. والشغله الثانيه اللي اعتز بها انه يبت الفرج همات قبل ما يفتح تلفزيون الشباب كان اكو استفتاء همات على اذاعه الشباب فكانت اغاني عراقيه وعربيه فاخذت المركز الاول لمده شهر يعني على اغاني عربيه وعراقيه فذني اعتز بهن لانه بعدين يلا صار موضوع التصوير عليهن الحمد لله.